هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انطلاقاتنا مستمر، ولكن وصلنا إلى شوط الختام. ينطلق في هذه اللحظات أيضا ينطلق في هذه اللحظات شوط الختام الشوط 20 المخصص لبكار، أيضا يحمل الكثير من الأسماء والشعارات القوية الباحثة عن الناموس وعن التحدي والإثارة. نسير مع هذه الأسماء وهذه الشعارات المتميزة، نسير مباشرة مع المركز الأول لنرى ما يدور هناك مع البداية ومحور الصدارة والمركز الأول. إذا الصدارة والمركز الأول العفاري مع المركز الأول محمد بن حمد بن محمد الأنقح المري يقدم لنا العفاري مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع الوصول والقدوم من شواشي سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت، بينما المركز الثالث الوصول من مرور عبد الله بن محسن بن راشد بن محسن بن نديلة، بينما المركز الرابع أتابع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل اسطنبول اللي واصله مع المركز الرابع قاسم اليافعي مقدما لنا اسطنبول مع المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس أتابع الوصول ايضا من سقا اللي واصله مع المركز الخامس راشد بن محمد بن زيد الهيمس، ولكن عوده للصداره عوده الى المركز الاول. الله يا العفاري 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 مع صداره هذا الشوط بشعار باللنقح مع المركز الاول محمد بن حمد بن محمد الانقح المري مع صداره هذا الشوط، ولكن دير بالك وصلت شواشه سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد ال بخيت، ووصل ايضا بن مهيره يقدم لنا احد الاسماء بلجه علي بن عبد الهادي بن علي، هنا اللي واصل مع المركز الثالث هنا الحصانه تصل قاور بن طحنون بن قابر ال قبران، ولكن صداره هذا الشوط والناموس والانتصار هناك مع شواشه. سلام شواشه سلام سلام سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما المركز الثاني وصلت العفاري محمد بن حمد بن محمد الانقح المري، بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث الحصانه قاور بن طحنون بن قابر ال قبران المري، بينما المركز الرابع وصلت اسطنبول لقاسم اليافعي، بينما المركز الخامس كانت هناك ايضا سقى راشد بن محمد بن زيد الهيمس. تهانينا ومشاهدينا متابعينا الكرام ايضا لمالك شواشه على هذا الفوز وهذا الانتصار الذي حققته مع ناموس هذا الشوط، مهدية هذا الفوز وهذا الانتصار الى مالكها ومضمرها. اذا تهانينا والناموس لمالك شواشه على هذا الفوز وهذا الانتصار. وهنا عبر شاشه قناه الريان الفضائيه تظهر ايضا ملخص هذا الشوط، حيث كان حاضرا هذا الشعار المتميز مؤكدا هذا الحضور ومؤكدا حضور اسم شواشه لتنتزع ناموس هذا الشوط وتهدي مالكها ومضمرها هذا الفوز وهذا الانتصار. اذا سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت حاضرا مع هذا الانطلاق الرائع والجميل، توقيت الزمني لحظه وصول شواشه الى خط النهايه مؤكدا هذا الحضور، دقيقتين 10 ثواني 31 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما المركز الثاني وصلت مع المركز الثاني ايضا العفاري، وتوقيتها الزمني دقيقتين 11 ثانية 43 جزء من الثانية. تهانينا والناموس محمد بن حمد بن محمد الانقح المري على هذا الفوز، بينما المركز الثالث كانت حاضرة ايضا هناك الحصانة، وتوقيتها الزمني دقيقتين 12 ثانية 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس القابر بن طحنون بن قابر القبران المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام وصلنا الى ختام هذا الصباح الجميل وهذه الاشواط الصباحية المتميزة التي